بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. الآية قوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون مرة أخرى بنعمة بفضل من الله ونعمة بنعمة من الله وفضل. يعني هذه الفضيلة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى بعد أن فضلهم، بعد أن من عليهم. الفضيلة الأولى أنه من عليهم بأنه أعطاهم هذه المنزلة، هذه أولا أعطاهم هذه الحالة التي بها يستطيعون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ويخرجوا من ذنوبهم، كيوم ولدتهم أمهاتهم ويصبحوا في الجنان. الفضل الثاني هو المكانة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، هذا حسب المفسرين. طبعا الشهيد هو كما يصفه الإمام الخميني هو قلب التاريخ. فعلا الشهداء هم الذين يصنعون العز والمجد إلى الأوطان، كقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: بالجهاد يطلب العز. لا يمكن أن نحصل على العز إلا أن نتجاوز عن أنفسنا وأن نقدم الغالي والرخيص من أجل كلمة الحق، إحقاق الحقوق. هذه طبعا هذا هو الدرب الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للإنسانية جمعاء، أنه إذا لم يكن الإنسان مستعدا أن يبذل ويتخلى عن نفسه فسيعيش في الذل، في حالة الذل والعبودية. إذا أراد أن يتخلص ينبغي أن يبذل هذه الدماء. هذه الدماء لا تذهب أبدا، بالعكس ستبقى في التاريخ كله. وجدنا بأن الشعوب التي قدمت شهداء وقدمت فداء حصلت على مبتغياتها. في البحرين كذلك هذه الدماء الزكية التي تراق، هذه طبعا مدعاة إلى الأجيال بعد الأجيال أن يسيروا على هذا الدرب. لا يمكن أن ينسى الناس الشهداء، دائما هم في المقدمة، دائما هم مبجلين مقدرين، ينظر إليهم نظرة علوية بأنهم فعلا تجاوزوا عن أنفسهم وذهبوا إلى سوح الجهاد والنضال حتى نالوا هذه الدرجة. نرى بأنه حينما يسقط الشهيد ترى بأنه مع سقوطه يحيي كثير من النفوس. لذلك الطغاة الآن خلال هذه العصور يحاولون أن يسلبوا كل شيء من المحتجين ومن المعتقلين إلا أرواحهم، لأنه يعلمون بأنه إذا سقط الشهيد قتل سواء في السجن أو في سوح الجهاد، هذا مدعاة إلى أولا العيب والخزي والعار إلى الذي قتله، ثم أنه فعلا يعطي أكبر دافع. في فترة التسعينيات في سنة 98 99 كذا شاهدنا بأنه ربما الانتفاضة تخمد، بعد ذلك حينما يسقط أحد الشهداء نشوف مرة ثانية جذوتها تشتعل مرة أخرى. كذلك الآن حينما يسقط الشهداء نجد بالعكس الناس تحيا أكثر. ما في شك بأنه الذي يرتكب جناية قتل الشباب هذا سينال جزائه ولو بعد حين. قد يتصور البعض بأنه يفلت بجلده بعد أن قتل الناس. الشاه مثلا في 15 خرداد في سنة 1963 بعد أن قتل حوالي 15 ألف إنسان إيراني، وبعد ذلك يعني خمدت الثورة، فحسب أن الأمور استتبت إليه. ولكن
هؤلاء الشهداء هم أساسا لم يتم نسيانهم، وهم الذين أحيوا الثورة بعد تقريبا 14 عام وما إلى ذلك، إلى أن فازت الثورة الإسلامية. كذلك دماء الشهيد الصدر وغير ذلك. طبعا عندما قبل ذلك عندما قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، من بعده سواء كانوا الأئمة أو الأصحاب وما إلى ذلك، ربما ارتأوا بأنه ليس من المصلحة أن يقوموا بهذا يعني الجهاد كما قام به الإمام الحسين، وحسب بنو أمية بأنهم قد فازوا، قد استتبت لهم الأمور. ولكن دم الإمام الحسين هو الذي بث روح الثورة. حوالي 120-121 أو أكثر ثورات صارت إلى أن سقطت دولة بني أمية. كذلك اليوم حينما يعني يقوم فلان بقتل الشهداء في البحرين وغيرهم، هذا لا نخشى من ذلك. ليلة إعدام الشباب الثلاثة ذكرت في كلمة متلفزة بأنه نعم يعز علينا أن يقتل شبابنا، ولكن لا تخشوا، إذا قتلوا، إذا أعدموا غدا فاستبشروا بنهاية الخليفة. ولا ما عندي شك بأنه سبيل هذا طبعا دماء ببركة هؤلاء الشهداء يكون خلاص البحرين من آل خليفة، خلاص البحرين من الظلم والجور. هذا هو درب الكرامة، درب العزة الذي يجب أن ننشئ أجيالنا، شبابنا، ناشئتنا عليه. الله سبحانه وتعالى كما وعد المؤمنون المجاهدون بأنه سيغلبون، الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وسنرى إن شاء الله الغلبة إن شاء الله والنصر حليف إن شاء الله إلى هؤلاء أصحاب العزة والسؤدد، هؤلاء شهدائنا الأبرار الذين نسأل الله أن يجعلنا معهم. نسأل الله إن شاء الله أن لا يكون موتي في على فراش، أو نسأل الله أن يجعل موتنا إن شاء الله في على درب الشهادة بإذن الله تعالى. السيد الخامنئي حفظه الله مع عوائل الشهداء كذلك يقول ادعوا بأنه موتي يكون مثل موت أبنائكم، مثل الشهداء. ينبغي علينا أن ندعو الله أن يرفع درجاتنا إلى درجات هؤلاء الشهداء الذين هم عند الله وفريحين ومستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم مدلول الآية. كذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إن شاء الله نحن نكون إن شاء الله من المنتظرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.